يا رفيقة، هذه كلماتي فاحفظيها عني، وإن ضمني قبري فعاودي سماعها تكرارا ومرارا. لا أريد دموعك لأنها لن تنفعني حينئذ، فقط تمتمي يا رب يا رب اغفر لها، على هذا تعاهدنا. يا حبيبة الفؤاد، وهكذا تدور الحياة، تتقلب ما بين فرح وهم، ضحكة ودمعة، نسير بها ولسنا سوى عابري سبيل، على قطارها راكبين لا تعود إلى الوراء. في لحظة من أيام الزمان سيقف عند محطة ليصلنا خبر أن قد حان الرحيل. تؤلمنا دنيانا، تبكينا، ثم تتركنا ليحتضننا صندوق من تراب. في هذه الحياة لا راحة لا سعادة إلا باتباع أوامر المولى والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم بالرقي بأخلاقنا، ولن ننعم بالراحة يا رفيقة وبالسعادة الحقيقية إلا عند أعتاب الجنة. هناك ستتبعثر الآلام، سيزول تعبنا، سننسى دموعنا ونمحو طعنات البشر. نحن يا رفيقة عندما نضحك ونبتسم وفي داخلنا براكين تنفجر، نريد أن نوهم من حولنا أن يطمئنوا، نحن في أتم السعادة الوهمية التي رسمتها أرواحنا بمهارة. لم يعلموا أن هناك دمعة عالقة بين الأهداب، لو تأملوها فقط حتى يكفوا عنا تلك الأقاويل. يلقوا لنا يا حبيبة حبوب السم القاتل، لنتجرع بعده ماء الابتسامة، لننسى، أقصد لنتناسى، ولا نملك حينها إلا مظلة الصبر بيد النقاء لها حاملين. نعم، مظلة الصبر هو ما يجعلنا نبلج الفرحة أمام هؤلاء ونخفي الدمعة لنسقطها قبل الكرى، لنحلم بغد جميل بعيدا عن هؤلاء، ولنستيقظ على تراتيل العفو وتغاريد النسيان، وتعود قلوبنا للصفاء. نحن نستطيع أن نأخذ حقنا سابق، نستطيع أن نقول لهم كفوا، نستطيع ونستطيع، لكننا لا نريد قساوة القلوب، لا نبغي هذه الدنيا. كل ما تتوق له النفس جنة تحلق بها أرواحنا، وهناك لن نبكي، لن نحزن، لن نجد من يؤلمنا، لن نفترق بإذن بارينا. هناك سننسى يا رفيقة، سننسى وخالقي، وسنبتهج. هي الجنة ما نريد، ويا حبذا الجنة، غدا أجمل.